محتاجين مشروم فريش زي ما انتم شايفين كده، زعتر وتوم باودر، دي تبع ريش، وجزر وخل، وكمان كمون حب اللي هو ده، وزعتر وتوابل وبصل مفروم. اول حاجه هعملها ان انا هحط الزبده عشان تسيح، نحط المشروم كده ونسيبه لحد ما يدبل ويتشوح. نبتدي بقى نحط البصل، نبتدي نحط الجزر، ونحط بقى بودرة الثوم، مع الكمون، الكمون الحب انا جايباه عشان هيبان اكتر وهيبقى طعمه حلو، مع التوابل، مع شوية من الزعتر الناشف، وهقلبهم كده مع بعض. وهحطهم تقريبا كوباية مية، نحط لها معلقة من الخل، نحط لها الكريمة اللباني، نسيبها بقى تغلي غلوة واحدة ونغرفها.